هل سمعت يوما عن وظيفة ينال صاحبها 6 ملايين سنتيم بينما يعمل لأربع ساعات شهريا؟ فقط العمل متوفر في جزيرة استوائية خلابة شبهت بالجنة على وجه الأرض. لابد وأنك تتساءل الآن عن ما هي هذه الوظيفة وما هو العمل الذي يتطلب إنجازه في 4 ساعات شهريا فقط. إليك الجواب. ما هي الوظيفة؟ أعلن مطار جزيرة سانت هيلينا الواقعة بجنوب المحيط الأطلسي والتابعة للنفوذ البريطاني عن رغبته في انتداب موظف ختم جوازات للعمل بالمطار لدوام أسبوع لا يتجاوز ساعة واحدة أي 4 ساعات في الشهر براتب جد مغري يبلغ 5000 جنيه استرليني أي ما يفوق 6 ملايين سنتيم شهريا. لماذا سأعمل ساعة واحدة أسبوعيا؟ المطار يستقبل طائرة واحدة طوال الأسبوع، ما يعني أن الموظف سيعمل لساعة واحدة من الزمن أسبوعيا لحظة وصول الطائرة، وسيستمتع طوال وقته بالاستجمام في الجزيرة ضامنا راتبه الشهري مقابل 4 ساعات من العمل فقط شهريا. أنا مغربي أقطن بالمغرب، هل أستطيع الحصول على هذه الوظيفة؟ الخبر السعيد هو أن المغرب أيضا يمكنهم التقدم لهذه الوظيفة المغرية كون المطار لا يضع من بين شروطه جنسية الأشخاص الذين سيتقدمون لهذه الوظيفة ولا في أي بلد يقطنون فيه حاليا، أي أنه إذا كنت حاليا تقطن بالمغرب وتتحين فرصة العمل فهذه تعتبر فرصتك في الحياة. كيف أحصل على الوظيفة؟ يكفي مراسلة مطار سانت هيلينا والاستفسار عن ما إذا كانت الوظيفة لا زالت متاحة وستتوصل بالرد على جميع تساؤلاتك. وهذه هي جميع وسائل مراسلة المطار.